وكخطوة احترازية أخرى ستلجأ الحكومة إلى تقليص استيراد بعض المواد الاستهلاكية الثانوية لمواجهة معضلة انهيار أسعار النفط. وأكد وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري بهذا الصدد أن السلع والمنتجات الفلاحية الثانوية غير الأساسية سيتم تخفيض فاتورة استيرادها إلى أقصى حد ممكن. هشام شريف والتفاصيل. طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري المواطنين بأن الدولة لن تتراجع عن سياسة دعم المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى القرارات والإجراءات المتخذة من قبل في إطار دعم ذوي الدخل المحدود ستتواصل في المستقبل. نطمئن الجميع أنه لم تكن فيه قرارات للتقليص من هذه الأمور التي تهم تموين المواطنين بالمواد الاستراتيجية وبالمواد الأساسية، وأطمئن الجميع على هذا أن كل الإجراءات التي اتخذناها في السابق هي نفس الإجراءات التي سنواصل على أساس تنفيذها في المستقبل القريب. ولم يستبعد نوري لجوء الدولة إلى تجميد استيراد بعض المواد الاستهلاكية الثانوية في خطوة منها لضبط فاتورة الاستيراد في المستقبل. أنا قلت ولازلت أكرر أن كل البرامج التي أعدت لسنة 2015 هذه الإجراءات التي اتخذناها ستطبق حرفيا، ولم يكن أي تقليص للواردات نتاعنا في هذا الإطار، ومجبرون لتموين المواطنين تموينا عاديا من مختلف المواد الاستراتيجية الأساسية. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتطبيق سياسة التقشف قد تقضي على سياسة الاستيراد العشوائية،